I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. هذه قصة أول فرصة غيرت حياتي. كمصورة فوتوغرافية. حسناً، على الأقل قصص عملك تتضمن جنساً أقل. صحيح، لكن هذه فيها مخدرات. اليوم الحالي. مرحباً، لا بد أنك أمبر. تحدثنا عبر الهاتف. أنا صوفي توم بيكينز. جئت لمقابلة نايومي ريسبيرغ. لا أصدق أنني أقول هذه الكلمات بصوت عال. لطالما اعتبرت السيدة ريسبيرغ قدوة. والآن تريد أن تقابلني. إنه حلم أن أعرض صوري في معرضها. حتى أنني ارتديت أساور الحظ خاصتي. نايومي، جاءت القصيرة الثرثارة لرؤيتك. كل شخص في نظامنا لديه لقب. الأمر ليس شخصياً. بدا الأمر شخصياً. لا يهمني، سأقابل نايومي ريسبيرغ. بصراحة، هذا شرف كبير. قدمت أعمالي منذ بضعة أشهر ولم أسمع رداً. لذا افترضت أنك لست مهتمة بعرض صوري، لكن لست مهتمة. حفل بلوغ ابنتي ريفكا يوم السبت. وانسحب مصورنا في اللحظة الأخيرة. لذا طلبت من أمبر أن تبحث في ملفاتنا لتجد شخصا متفرغا ويكون ماهرا إلى حد ما. وهذه أنت، ماهرة إلى حد ما ومتفرغة. شكرا. ظننت حقا أنك استدعيتني إلى هنا بشأن عملي الفني. ألم تنظري حتى إلى ملفي؟ لا، ألقيت نظرة على صور المناسبات على موقعك الإلكتروني. رائع. اسمعي يا صوفي، لم أفعل هذا يوما، لكني على بعد 3 أيام من الحفل. إما أن أختارك أنت أو أمي وجهازها الآيباد. إذن، ما رأيك بهذا؟ إن أحسنت العمل يوم السبت، فسألقي نظرة على ملفك الفني. يا للهول، سيكون ذلك مذهلاً. رائع. حسناً. طفلتي لا تصبح امرأة إلا مرة واحدة. وسيكون في هذه الحفلة شخصيات مهمة من مدينة نيويورك. لذا أريد أن تلتقط كل لحظة. لين مانويل ميراندا يلقي خطابا. أريد صورة. بيلي بورتر يأكل لفافة خس. أريد صورة. أندرسون كوبر يثمل ويرقص بمفرده على أنغام أغنية أديل الجديدة. أريد صورا لكل ذلك. من الواضح أنه عليك إحضار أفضل مساعدك. هذا واضح. نعم، أنا لا أذهب إلى أي مكان من دون مساعدتي. من تظنين أنها تركنا سيارتي الآن؟ انظر إلى نفسك تصفر فعلياً وأنت تعمل. لم أرك بهذه السعادة. وأنت ترتدي بنطالك من قبل. ماذا يمكنني أن أقول؟ أحب أن أكسب لقمة عيشي بنزاهة. لكن بما أنك ذكرت ذلك، سيكون العمل أفضل من دون بنطال. ما هي خططك لليوم يا إيلين؟ أنا أعمل على مذكرتي. وأقصد باء العمل أنني أقرأ مذكرات واحدة لأحد المشاهير في الأسبوع. وأعني باء القراءة أنني أستمع كي تكون يداي حرتين لتناول الوجبات الخفيفة. ألا تفتقدين العمل؟ أنا أفكر في خطوة المهنية المقبلة. ويمكنني الإنفاق من شيكات مزرعتي. لذا العمل يمنحني هدفا ودافعا وتقديرا للذات كمهووس دراسة في سيليكون فالي. انظري فقط إلى تقييمات يولابي التي تلقيتها. إنها 5 نجوم. أحب ذلك الساقية البريطانية. تعال لاحتساء المشروبات. ابقى من أجل. حسناً. وتعليقي المفضل. هذا البريطاني الوسيم مثير جداً.
لدرجة أنني عدت للشرب مجددا كي أراه فقط. هذا ليس جيدا. أنتم تنظرون إلى المصورة الرسمية لمالكة المعرض المشهورة نايومي ريسبيرغ بمناسبة حفل بلوغ ابنتها يوم السبت. أنت تفعلين ذلك الشيء حيث تقولين كلمات حزينة بصوت سعيد: أنا أفعل ذلك. هذه الحانة تستنزف المال. حسناً، أعرف أن هذا ليس بالضبط ما كنت آمله، لكن نايومي قالت إنها ستنظر إلى ملفي إن التقطت صوراً رائعة لحفل البلوغ، وهذا ما أخطط لفعله مع مساعدتي فالنتينا. لا أستطيع، سأذهب إلى المكتب يوم السبت. سنجهز 6 شخصيات مشهورة لعرض أول، وما زال علي تزيين تيموثي شالامي. مهلا تيموثي شالامي المصارع المحترف. نعم، في ذلك الوقت كان نجم أفلام صغير. عجبا، عملك رائع جدا. حياتك المهنية تسير في الخط السريع، ومهنتي تطلب توصيلة مجانية على جانب الطريق ولا أحد يقلها. حسناً، لا بأس، لنصور حفل البلوغ. مرحباً تشارلي، أريدك أن تعمل في مناوبة يوم السبت. أنا وو جي سي سنقضي يوم سحق تقليدي. عفواً، ماذا قلت؟ سمعت هذا يا رفاق. لا تفكر في الأمر بهذه الطريقة، اتفقنا. يوم السحق هو عندما يكون لدينا الكثير من العمل. نحبس أنفسنا في شقتنا ونحضر وجبات خفيفة ونسحق بعضنا البعض. نعم، لا، نسحق أنفسنا في العمل، نمنع بعضنا من المماطلة. هانا تلح علي لكتابة دعوات الزفاف، وسأؤلف أغنيتي الأولى أخيرا كفنان منفرد من دون ميريديث، وستكون رائعة. ألف سوني. أغنيات ناجحة كثيرة من دون شير على ما أظن. لا، أصبح عمدة بيلم سبرينغز ثم عضوا في الكونغرس، وأحدث ثورة في قانون حقوق النشر في الولايات المتحدة. كل ذلك في مذكرته. أعرف أنه من الصعب عليك أن تعود إلى كتابة الأغاني من دون ميريديث، لكنك قادر على هذا. شكرا، آمل فقط أن أكون مستعدا. أعرف أنك مستعد، لكن تحسبا فقط. نعم، خذ سوارا لجلب الحظ. سوار لجلب الحظ. نعم، فقط لمساعدتك في الفوز بجائزة غرامي مستقبلا. وإن فزت فعليك أن تشكرني في خطابك. بالطبع، قبل أمك والرب. اتفقنا. حسنا، حان وقت البدء بكتابة قائمة الضيوف والأغنية لنبدأ السحق. لا يمكنني تأليف أغاني، وهناك طائر يحدق بي بغرابة بعينيه الخرزيتين ومنقاره النحيف الطويل. ابتعد أيها الجرذ المجنح الذي لا يصلح لشيء. استدعى صديقا. كيف تجعل طائرا يغادر حافة نافذتك؟ حاول قولا، لكن هذا لم ينجح. هل هكذا تبحث عن الأشياء عبر جوجل؟ نعم جي سي. نعم، انظر إلى هذا. نعم، درس تعليمي لتبرج الطيور. هذا غير مفيد على الإطلاق. عجبا، هل تفعل ذلك بطلاء الوجه فقط؟ نعم، مستحيل، إنه حقيقي جدا. مرحبا يا عائلتي، هل تريدون أن تبدو كطائر؟ مهلا، توقف، إنه فيديو مدته 18 دقيقة. من المفترض أننا نعمل. أنت محق. 1 دقيقة فقط. نعم، علينا أن نرى تفعل ذلك. 1 دقيقة فقط. لدي أخبار مريعة يا إيلين.
تلقيت تقييما بنجمة واحدة على موقع يلب. حانة رائعة باستثناء الرجل البريطاني الذي لا يطاق. الشيء الوحيد الأسوأ من مشروباته هو مؤخرته المسطحة. هذا غير صحيح، أليس كذلك؟ الجميع يعلمون أنه لدي مؤخرة نافرة جميلة. يا صاحي، من يهتم؟ إنه موقع يلب، حيث يذهب البيض ليشتكوا من طعام المطاعم التايلاندية الحار. أنا أهتم يا إيلين. سمعة نقية على المحك. يجب أن أجد من كتبي هذا التقييم الخسيس وأجعله يراجعه. لن أنام أو آكل حتى أفعل ذلك. أنت، أعني بدءا من الآن. جيد، أنت هنا. هذه قائمة بأسماء الضيوف الذين يجب أن تصوري رفكة معهم. ابدأي مع عمالقة المجال، ثم يأتي الفائزون بجائزة توني، ثم المرشحون لجائزة توني. وإن تمكنت من فعل ذلك، الأصدقاء والعائلة. ها هي رفكة. يا للهولي، لم تخبريني أن هذا حفل بلوغ رفكة ريبيل. لديها عدد هائل من المتابعين على إنستغرام. هل تعرفين هذه الوضعية؟ هي من بدأتها. رفكة، أعرفك بالمصورة صوفي، وهذه مساعدتها فالنتينا. مرحبا يا رفكة، تهاني على حفل البلوغ. تذكروا، يمكنكم تعديل أنف سيء، لكن لا يمكنكم تعديل سلوك سيء. فلتجدوا نوركم يا ريبيلز. رفكة انتهت. واو، صوفي ستبدأ. أود التقاط صورة. آسفة، لا أقف أمام الهواة. حظا طيبا، لهذا انسحب مصورنا الآخر واحترسي من لين-مانويل ميراندا، إنه يحب تخريب الصور. حسنا، من القاس الذي قيمني على يلب. سيلفيا، يا للهولي، إنها سيلفيا. لم تتأثر بسحري على الإطلاق. سألتها الأسبوع الماضي إن كانت تريد مشروب تشارلي الخاصة. ما هذا؟ إنه شراب خاص مع قصيدة هايكو أنا كتبتها. لكن سيلفيا قالت إنها لا تقدر شعر الهواة. وانظري، كتب التقييم بواسطة ريفن هيرد ميفن 712. شعر سيلفيا أسود داكن، هي من كتبته. حان الوقت كي نجعلها تعدل تقييمها. إيلين، استعدي لرؤية هجوم ساحر. هل أتكلم بصوت مبتهج أم مثير؟ مبتهج، ليس مثيرا. لا. حسنا عزيزتي سيلفيا، هل هذا قميص جديد؟ أمتلك هذا القميص منذ أكثر من 40 سنة، لكن ربما عليك أن تغير قميصك، إنه غير جذاب أبدا. على الأقل لم تقل شيئا لئيما عن مؤخرتك. كان علي التكلم بالصوت المثير. لا. هل أنت مستعد؟ 1 2 3. هذا بالضبط ما سأبدو عليه لو كنت طائرا، وأنت تبدو. هل أستطيع المحاولة مجددا؟ أنا آسف جدا. لا، أبدو كطائر تأخر في النضج. صحيح، مررت بسنوات صعبة في الثانوية، لكنني سأعمل في مجال الكوميديا. حسنا، حان وقت العودة إلى العمل، صحيح؟ نعم، لنعد إلى العمل. لنعد إلى العمل. لكن يجب أن نلتقط الصور أولا، صحيح؟ لنذهب ونلتقط صورنا مع طيور جميلة أيها العبقري. رافكا، أحتاج إلى صورة واحدة لك أمام اللافتة الضوئية، ثم يمكنك العيش وفق وسمك أفضل حياة. يا للهولي يا ريبيلز، هذه المصورة الفوتوغرافية محزنة. كيف يفترض أن ألتقط صورا رائعة لحفل البلوغ في حين أن فتاة الحفل لا تعترف بي؟
اعترفت بك، أنت محزنة. سأتحدث معها، أنا أعمل في مجال الموضة. حسناً، أنا أتكلم لغة المراهقين. الحيلة هي أن تخطئي لفظ الكلمات بثقة. راقبي وتعلمي يا فتاة. كيف الحال؟ ليس سيئاً. وكذلك حذاؤك. كيف لامرأة مثلك بقدميك العجوزتين؟ أن تنتعل حذاء YSL محدود الإصدار. أعمل لدى فريد زي الآن. لكن الإنستغرام خاصتي فيه عدد هائل، لذا يتواصل المصممون معي مباشرة. يمكنني أن أحضر لك بعض الأشياء الرائعة. كل ما عليك فعله هو التقاط صورة سيلفي معي. لا، من المفترض أن تساعديني، لا أن تحاولي التقاط صورة سيلفي معها. آسفة، خطر لي أن صورة معها ستكون مفيدة جدا لعلامة التجارية. تبدين متوترة جدا، هل تريدين زنكس؟ اشتريت بعضها لنتناولها عندما نذهب لحضور عرض سيد الارتجالي. لا، تعرفين أنه لا يمكنني تناول الحبوب. آخر مرة تناولت فيها حبة بيناديريل. راسلت ابن عمي وأخبرته أنني لطالما أردت تقبيله. يا للقرف يا صوف. لا يهم، إنه عارض ملابس داخلية وأراه مرتين في السنة. لكنكم مركز السيطرة على الحيوانات. وظيفتكم حرفيا هي أن تأتوا إلى هنا وتسيطروا على هذه الحيوانات. عجبا، أنا طائر مثير. مرحبا، أغلق الخط. سيري، ابحثي في جوجل عن كيفية التخلص من الطيور العالقة في شقتك. هناك هوس رقص جديد على تيك توك يدعى الطائرة العالقة. إذن يا عائلتي، هل تريدون تعلم رقصة الطائر العالق؟ توقف، لا مزيد من الأمور الجنونية المتعلقة بالطيور. اتفقنا، يجب أن ندخل إلى هناك ونضع الوجبات الخفيفة على سلم النجاة، ثم ستغادر الطيور. صحيح، لأن الطيور تحب الوجبات الخفيفة، إنهم بشر في النهاية. حسنا، مستعد؟ نعم. يا للهولي، يا للهولي. جيسي، هيا هيا، اتبعي قادتك أيتها الطيور المقرفة. حسنا، إنه مقفل. أمي، انظري إلى هاتين السيدتين الغريبتين. نحن لسنا سيدتين، نحن رجلان يضعان تبرج حمامة. سيلفيا، ما رأيك بدعابتي؟ لماذا وضع الساق الملينات في المشروب؟ هل وضعت ملينات في مشروبي؟ بالطبع لا، إنها مجرد مزحة. لماذا وضع الساق الملينات في المشروب؟ للهراء والضحك. هذه هي النكتة. أكره المقالب الكوميدية. بالطبع تكرهينها يا سيلفيا. كانت تلك كارثة ذات أبعاد ملحمية. نعم، أعرف. مهلا لحظة. بنطال الساقي الضيق. كارثة ذات أبعاد ملحمية. إذن أنا واو سيلفيا نستخدم ذات المصطلحات. هذا لا يعني شيئا. مهاراته في الخدمة سيئة جدا. إيلينا، هل أنت ريفن هيردمفن؟ لا، لست هي. ليس لدي حتى. مرحبا، يلبو. لا أتذكر أنني نزلتك. صحيح. حسنا، أنا ذاهب للعمل في مناوبة متأخرة. هذا ليس التزاما بالعمل فحسب، بل التزام بالهدف. عليك تجربة هذا حقا. بعد رحيلك، شربت أكثر من نصف كأس المارتيني المعتاد المعروف با تيني تيني، ولا بد أنه أثر على تفكيري. ليس لديك هدف يا، يجب أن تجدي عملا يا. خمن ماذا؟ مؤخرتك مسطحة. لماذا كتبت أمورا فظيعة كهذه يا إيلين؟ لا أعرف.
كنت تتباهى بوظيفتك الجديدة أمامي، وأظن أنني أغار منك قليلاً. وصلنا إلى نيويورك في الوقت ذاته، لكن أصبحت لديك حبيبة تحبها، ووظيفة تبلي حسناً فيها. أنت تتفوق علي في كل شيء. إيلينا، لا، لا بأس، لا تتجرأ على مراقبتي وأنا أبتعد بحزن. ثم قلت: لن يحدث هذا يا، ليس وأنت مع، مفهوم. فالو، من المفترض أن تساعديني. ما هذا؟ حسناً، أعلم أن هذا يبدو سيئاً، لكنني جعلتها تضع لي إشارة، وقد حصدت الصورة 6000 إعجاب. تخيلي كيف سيفيد هذا علامتي التجارية. هل ما زلت تتحدثين معي حقاً؟ عن علامتك التجارية. يا للهولي، شعرت بهذا للتو. هل أتكلم بسرعة كبيرة؟ أشعر أنني أتكلم بسرعة كبيرة. نرقص. ما خطبهم؟ لا أعرف. يذكرونني بأول مرة أخذت فيها آديرال. لا، لقد سرقت علبة أدويتي. تبدين متوترة جدا، هل تريدين زنكس؟ اخلع الحقيبة. ماذا كان فيها؟ ليس الكثير، فقط الزنكس الذي عرضته عليك، وبعض الآديرال الكندي، وبعض الآمبين، لأنني عجزت عن النوم. بعد أن أخذت كل الآديرال الكندي، يا للهول، أيها الأولاد المنتشون، ليتجمع الجميع في الزاوية. ما كان ليحدث أي من هذا لو لم تكوني مهووسة بالتقاط صورة سيلفي سخيفة مع ريفكا. جعلت اليوم يتمحور حولك وحول علامتك التجارية، رغم أن لديك وظيفة رائعة. لا، وظيفتي مريعة. ما الذي تتحدثين عنه؟ يبدو عملك دائما فاخرا وساحرا، لأنني أجعله يبدو هكذا، لكن الحقيقة هي أن الأمور الساحرة تحدث حولي بينما أؤدي الأعمال الشاقة الوضيعة لمصمم أزياء مختل. هل تتذكرين عندما قلت إنني سأقضي اليوم في تزيين تيموثي شالامي؟ كانت تلك كذبة. كان يفترض بي إزالة بقع العرق عن سترة مديري الجلدية قبل إعادتها إلى بالنسياغا، وإن لاحظوا وجود بقع، يفترض بي أن أقول: إن إبطي هما السبب. حسناً، هذا سيء جداً. كما أن إبطيك هما أقل إبطين يتعرقان في نيويورك. أعرف. خدرت للتو مجموعة أولاد وما زال جافين، لكننا لا نكذب على بعضنا أبداً يا فال. إنه جزء من قانوننا، بالإضافة إلى اتفاقنا على ألا نتحدث عما حدث في الهالوين عام 2018. ما حدث فيه؟ لن أخبرك أبداً. لماذا لم تخبريني أن عملك مزر؟ لأنك كنت ترينني دائماً أنني تلك المديرة اللئيمة المتسلطة. لم أرد لهذا الوهم أن يختفي. لا يمكنك حتى لو حاولت. هل ما زلت تحبينني؟ نعم، بالطبع أحبك. مهلاً لحظة. أخذوا علبتي الأخرى، العلبة الخضراء فيها كل الحبوب الجيدة، والعلبة الحمراء فيها إيبوبروفين ومكملات غذائية فحسب. حسناً، مهلاً. إذن أنت تقولين تأثير العلاج الوهمي حقيقي؟ هؤلاء المهووسون لا يوجد لديهم صداع أو انتفاخ، وصحة أمعائهم جيدة فحسب. أيها الحمقى، جميعكم أخذتم مخدرات ذات تأثير قوي وغير قانونية، لذا ما لم تريدون أن نخبر أهليكم أنكم جميعا مدمنون، ستعودون إلى هناك وتتصرفون كأنكم غير منتشين. لن تخبر أمي، صحيح؟ قالت إنها ستحد من الوقت الذي أقضيه
على الشاشة إن وجدت معي مخدرات. حياتي كلها هي الوقت الذي أقضيه على الشاشة. ستحد من حياتي. إذن من الأفضل أن تذهبي إلى هناك وتلتقطي كل الصور التي أريد. عندما أقول أبتسمي، تقولين إلى أي حد؟ وأنا أتحدث عن الابتسامات الحقيقية. لا أريد ابتسامات الجيل زد الخالية من التعابير تلك. هل فهمت؟ نعم يا سيدتي، هذا أفضل. لكن لا تناديها سيدتي، لسنا مسنتين إلى هذا الحد. صحيح، اخرجوا هيا يا صاحي، ما خطبنا. يجب أن نكون في الداخل نسحق مهامنا. لكن بدلا من ذلك، علقنا هنا ونحن نضع تبرج الطيور. لا أعرف يا صاحي، كان اليوم شاقا نوعا ما. جيسي، أنا أواجه صعوبة في إعداد قائمة الضيوف هذه. أنا حقا أريد أن أدعو الأشخاص المقربين مني، والكثير من هؤلاء الأشخاص موجودون في نيودلهي. كنت أفكر منذ وقت طويل أنني أريد أن أحظى بزفافين، واحد هنا وواحد في الهند. لكن هانا إنها تعاني كثيرا، وهي تحاول التخطيط لزفاف واحد. لا أريد أن أثقل عليها بأي شيء. هل حقا تضحك علي الآن؟ أنا آسف، تبدو مثل طائر بشع يرغب في زفافين. لم أستطع التركيز اليوم أيضا. توقعت صوفي ذلك. أخشى أنني لن أكتب شيئا جيدا أبدا من دون ميريديث. بالطبع ستفعل يا رجل، أنت بحاجة إلى إلهام جديد فحسب. مرحبا، هل من أحد في المنزل؟ المشرف، أدخلني. مرحبا. شكرا للرب، السيطرة على الحيوانات. مهلا، هل هذا أمر متعلق بالجنس؟ لن تصدق كم مرة حصل هذا. أنا أقرع الباب. ليس عليك أن تتظاهر بطرق الباب. لا أستحق هذا التهذيب. بالطبع تستحقين. اسمعي يا إيلين، أنا آسف لأنني كنت أزعجك بشأن عملي الجديد. هذا ليس عدلا، لكن لا بأس. إن كنت لا تزالين تحاولين التأقلم هنا، لأنني ظننت أنه يجب أن تعرفي أنك تحظين بتقييمات رائعة بالفعل. لا، هل تفعل شيئا؟ تبدو راضيا جدا عن نفسك. ما هذا؟ تقييم جديد على موقع يلب. لام إيلين جيلبرت. لنر ماذا قال عنك؟ بريتيش بابل بات 31. أتت إلى منذ فترة قصيرة، لكنها أكثر صديقة جميلة ومخلصة ومثيرة للاهتمام. حظيت بها يوما. شارلي، أعلم، تفوقت على نفسي، وهي أيضا أكثر امرأة معطاءة تشاركت غرفة معها في حياتي. تعطي دون توقف طوال الوقت. شارلي، يبدو هذا كأنني. هل هذا رقمي الحقيقي؟ مرحبا، سمعت أنك معطاءة جدا. يجب أن نناقش مجددا مسألة السلامة على الإنترنت. رائع، حسنا يا رفكة، لنلتقط صورة الآن مع معلمك في المدرسة العبرية بينما تقفزان. حسنا، لا تشر إلي فحسب يا جيكوب. حسنا، لقد أثرت إعجابي ولم أنبهر منذ سيرك دو سوليه مستر. يجب الالتزام بالاتفاق. أرسلي أفضل صورك لام أمبر، تلك التي تلخص هويتك كفنانة، وسأفكر في ضمك إلى برنامجنا نيو فويسز. أعرف تماما أي صورة سأرسل. شكرا يا نايومي، سأرسلها لك بأسرع وقت ممكن. رائع فالنتينا. يا للهولي يا صوفي، الأمر يتحقق. أعرف أي صورة سترسلين. لا أعرف،
يجب أن ألتقط الصورة المثالية. لم تخدر الخالة فالنتينا بعض المراهقين، ولم أضيع فرصتي الأولى لتغيير حياتي، لكنني الآن بحاجة إلى الإلهام، وهو أمر كان يعاني منه شخص آخر في الوقت ذاته. يا جيسي، نعم، تحدثت إلى هانا، تفهمت الأمر. حسناً، هل تعرف كم ستبدو جميلة وهي مرتدية الساري؟ يا صاحي، أنا سعيد من أجلك، لأنك مع فتاة تتفهم مشاعرك. ترجمة ولا فواز.